السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي يجمع بيننا وبينكم على أثير هذه الإذاعة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يجمع بيننا وبينكم في واسع رحمته في جنة الفردوس الأعلى بجانب خير خلق الله سيدنا محمد رسول الله وصحابته المكرمين. موضوع اليوم الذي سوف نتحدث عنه مرتبط بقضية الرزق، لأن معظم مشاكل الناس ومعظم صعوباتهم في الحياة مرتبطة بالمال، بالرزق، بهذه الوسيلة التي هي وسيلة الكسب والعيش. الإنسان إلى فهم قضية الرزق وقضية الرزاق غادي تسهل عليه مشاكل الحياة الدنيا وغادي يرتاح، ثم غادي يعرف كيف يضاعف له الله عز وجل الأرزاق والبركات. لا ننسى أيها الأحبة الكرام أن ربنا جل جلاله سمى نفسه الرزاق، هذه صيغة مبالغة، الرزاق على صيغة فعال كثير الرزق، وقال بصيغة التأكيد في كتابه العزيز، قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا عز وجل حينما خلق الخلق تكفل للجميع بالرزق، هذه عقيدة، هذه واحد الفكرة لابد أن تستقر في الأذهان، وإحساس لابد أن ينغرس في الوجدان بأن الله عز وجل من صفاته الرحمن الرحيم الكريم الجواد الرزاق، من اللي خلقنا جميعا تكفل لنا بالرزق، الإنسان والجان والحيوان، حتى الطيور في السماء، حتى الحيتان في قاع البحر، حتى الوحوش في الغاب، الله تعالى تكفل للجميع بالرزق وطمأننا على هذه الفكرة. قال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية نزلت على جزئين في علم التنزيل، العلماء المفسرون اللي كيتكلموا على قضية تنزيل القرآن، هناك تقنيات دقيقة كيفاش نزل كلام الله تعالى من السماء إلى الأرض، وكيف استقبله رسوله الأكرم وبلغه إلى الأمة. هذه الآية بعظمتها واختصارها نزلت على جزئين، الجزء الأول نزل فقط مقطع صغير وهو قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، سمعها أعرابي فقال صدق الله، هذا أعرابي على الفطرة السليمة عرف بأن فعلا ربنا عز وجل تكفل بالرزق وكل ما نوعد به مضمون مكفول، فقال صدق الله وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبعد شهور عاد نفس الأعرابي إلى المدينة، فلما أراد أن يسمع هذه الآية القرآنية من النبي صلى الله عليه وسلم القى بأن الجزء الثاني قد نزل،
الجزء الثاني هو فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. مجموع الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بكى الأعرابي عندما سمع الجزء الثاني من الآية وقال ماذا فعلتم ليقسم الله تعالى سبحانه أن الرزق حق وأن كلامه حق؟ نحن قد صدقناه منذ الآية الأولى، فماذا فعلتم أنتم حتى يقسم الله؟ فورب السماء والأرض، هذا قسم الله تعالى قال هذا الكلام. وأعلم بأن بعض الناس ما يصدقوش، وخا قال لهم الرزق في السماء وما توعدون وأن الرزق عند صاحب الأمر، ولكن الناس ما يصدقوش وربك عاود يحلف فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومع ذلك الناس الكثير منا ربما يسلك مسالك محرمة للحصول على الرزق، ربما قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل من أجل الرزق. باش يكون الكلام ديالنا خفيف على قلوبكم مستمعي الأفاضل، أجي نتكلم على بعض القصص، قصص واقعية فيها عبرة وفيها دلائل وفيها معاني جليلة. هذا سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، لما كان في العراق مشى المسجد الكوفة، دخل واحد الجامع كبير مسجد الكوفة وكان معاه الحصان ديالو، فأراد أن يصلي فلقى واحد الغلام وقال لي شوف خذ الدابة ديالي ومن اللي غادي نسالي غادي نتهلا فيك. فخلى ليه الدابة مشى كيصلي، من رجع لقى بأن الغلام سرق خطام الدابة وانصرف. الخطام هو الحبل اللي يقاد به البعير، ذاك الحبل اللي يقيد به البعير. فسيدنا علي لقى الدابة بلا خطام، ويبعث واحد الرجل قال لي سير للسوق شري لي خطام آخر. فمشى الرجل كيقلب على الخطام ولقى واحد الخطام وشراه بعشرة دنانير، وكان سيدنا علي غادي يعطي لذاك الغلام عشرة دنانير، قال هذا الغلام غادي يخدمني غادي يراعي لي الدابة ديالي، ملي غنخرج بحال قلتي غارديان في الباب غنعطيه عشرة دنانير. ملي سرق الخطام وانصرف بقى سيدنا علي بدون خطام، خصو لابد هذا الحبل. صيفط واحد الرجل كيعرفو للسوق باش يشري لي خطام، ولقى هذاك الخطام كيتباع شرا ب 10 دنانير. فلما عاد قال سيدنا علي سبحان الله اشتريته من الغلام ب 10 دنانير وكنت سوف اعطيه هذا الغلام 10 دنانير، فقال سبحان الله اردت ان اعطيه اياها حلالا فابى الا ان ياخذه حراما. هو كان غياخذ ذاك المبلغ كان مكتوب له، ولكنه أبى إلا أن يأخذه حراما، كن صبر غي يأخذه حلال. لهذا كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول لست مطالبا بطلب الرزق ولكنني أمرت بطلب الجنة. الرزق ما نطلبه، هو مكفول عند الله عز وجل، نحن مطالبين للعمل لعمل يبلغنا الجنة، أما الرزق فهو مكفول عند الله سلفا. فما الذي فعلناه؟ اللي فعلناه احنا ومعظم منا تركنا ما أمرنا بطلبه وطلبنا ما أمرنا بتركه. هذه المشكلة ديال الناس عموما، داكشي اللي احنا مطالبين بأننا نحصل عليه ما درناش، والشيء اللي احنا مكفول لنا كنضاربو ونتخاصمو باش نوصلوا ليه. هذه القضية ديال الرزق حتى الحيوانات حتى هي عندها يقين، اللي ما عندوش اليقين هو الإنسان، اللي حيوانات عندها يقين بأن الرزق ربي سبحانه وتعالى ضمنه لهم. من الطريف واحد القصة ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية، يقال بأن نبي الله سليمان عليه السلام أعطاه الله منطق الطير ومنطق النمل كيتكلم وكيسمع يعرف أش كيقولوا هاد الحيوانات. تلقى مع واحد النملة وسولها قال لها كم تأكلين في العام يا نملة؟
قالت ليه أكل حبتين من القمح يا نبي الله. فسيدنا سليمان وضع على حبتين القمح، جاب لها جوج حبات قال لها هما ديولك. وداز العام، مضى عام كامل ورجع لعندها فوجدها بأنها أكلت حبة واحدة من القمح وأبقت على الأخرى. سولها قال لها يا نملة ألم تخبريني أنك تأكلين في كل عام حبتين من القمح؟ فلماذا أكلت حبة واحدة؟ يتقول له النملة يا نبي الله كنت آكل حبتين من القمح وأنا متيقنة بأن الله الرزاق سيبعث إلي بغيرها، ولكنني لما علمت أنك أنت الذي توليت أمري خفت أن تنساني فأكلت حبة وادخرت الحبة الأخرى للعام القادم. فبكى سيدنا سليمان عليه السلام. نملة تعلم نبيا ملكا عليه السلام، فهي تعلم بأن الله عز وجل رزاق، مادام أعطاها حبتين في السنة كل عام يضمن لها حبتين، ولكن ما الضامن أن سليمان عليه السلام قد ينساها وقد لا يذكرها. لهذا لو سألنا أنفسنا الله عز وجل كم أنفق على الأرض لتستمر الحياة منذ خلقها حتى اليوم، كم أنفق الله عز وجل؟ يعني احنا كنعرفوا أي إنسان عنده واحد المجال معين كينفق عليه باش يستمر. بناية خصك لابد لونتخوتيان ديالها، لابد خصك الإصلاح، لابد التعهد. أي عندك سيارة خصك دائما تصوبها، عندك أي متاع غادي يخسر خصك لابد تنفق عليه باش يبقى متجدد. سؤال، هذه الأرض التي خلقها الله تعالى منذ ملايين السنين كم أنفق عليها حتى تستمر صالحة منذ خلقها حتى اليوم وإلى قيام الساعة؟ سؤال عظيم هذا، لو أن الإنسان تأمل فيه. يجيب الله عز وجل في الحديث القدسي يقول خلقت يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفعيني رخيف أسوقه إلى عبدي. يعني الإنسان كيتسأل اللي كيبكي الآن على الرزق ما عندوش ربما عشا ليلة وكيبكي، لا، الله تعالى يتحدث يا ابن آدم أنا خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفعيني رغيف أسوقه إلى عبدي. ثم قال الله تعالى يخاطب العباد، عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. شوف الأدب الجم الذي تكلم به رب العالمين، يقول للعبد الضعيف المذنب لي عليك فريضة ولك علي رزق. احنا مطالبين بالفريضة بما فرضه الله من صلاة وصيام وغير ذلك، ولك علي رزق يعني من الواجبات على الله، وربنا لا يجب عليه شيء، ولكن هذا من أدب الألوهية. ولك علي رزق، رزقك مضمون عندي، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وخا أنت أيها العبد لا تصلي، وخا أنت أيها العبد لا تهتم بديني، خالفت فريضتي، لكن أنا لن أخالفك في رزقك. سبحان الله العظيم، تلقوا بعض الناس بعاد عن التدين، بل نجدهم مذنبين، بل نجدهم جاحدين، ومع ذلك الله تعالى يرزق الجميع، رحمن رحيم رزاق. واحد المرأة كان عندها واحد الزوج دائما كيعطيها المال كيتهلا فيها، واحد النهار سمعت بأنه مات، وجات عندها جارتها كتبكي، قالت ليها مشى داك اللي كان مهلي فيك، مشى اللي كان كيعطيك، مشى اللي كيجيب ليك. ويتقول لها زوجي إنما عهدته أكال، أي يأتي لنا بالأكل، أما الرزاق فهو باق هو الله سبحانه وتعالى. المال اللي كيجيب الزوج الأسرة ديالو وكينفقوا على المرأة ديالو لا يسمى رزقا، ليس رزاقا، هو منفق فقط، منفق، والزوج في البيت أكال، ولكن الرزاق هو الذي يعطي ولا ينتظر منك مقابل، هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق بماذا يأتي؟ يأتي بالتوكل اللي بغى ربي عز وجل
يفتح لي أبواب الرزق هو أنه يتوكل على الله حسن توكله. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، ومن يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامقي، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد أقسم الرحمن رزق الخلائق؟ هذا التوكل وهذه الصدق في حسن الظن بالله تعالى من أسباب جلب الرزق، أن الإنسان يكون متوكلا على الله، أن رزقك لن يفوتك ولو كان في قاع البحار، أن رزقك غيجي ولو لم ينطق منك اللسان. فلماذا أيها الإنسان نفسك تذهب حسرات وأنت تعلم بأن الله قد قسم رزق الخلائق؟ هذا الشعور إذا استقر في قلب المؤمن كيعطي الشجاعة. بعض الناس كتلقى خواف، بعض الناس كتلقى كيترعد. علاش؟ لأنه ما عندوش اليقين في الله تعالى، كيظن بأن الآخرين هما كيرزقوه، إما المشغل ديالو كيرزقوه، الشركة كترزقوه، الوظيفة كترزقوه، أو اللي كينفق عليه من العائلة كيرزقوه. حاشا وكلا، اللي كيرزقك ماشي هاد الناس كلهم، اللي كيرزقك هو الله سبحانه وتعالى. هادوك غير أسباب بسيطة ربي اللي وضعها أمامك، ولكن الرزق من عند الرحمن سبحانه وتعالى. إذا استقرت هاد الفكرة في القلب ديالك والإحساس غتعطيك الكرامة. احنا اليوم كنتكلموا على كرامة الإنسان، كنتكلموا على جرأة الإنسان في الحق، كنتكلموا على الإنسان الذي لا يخاف في الله لومة لائم. الإنسان اللي عنده هاد العزة النفس شكون هو؟ هو اللي كيتيقن بأن الرزق والحياة والموت والعطاء والمنع بيد الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا. كتهم عالية ديال الصالحين أنه ما يمد يدو الحرام، ما يتسول، ما يخاف يقطعوا له الرزق ديالو، لأن عالم بأن الرزق بيد الله تعالى. إذا كان عايش رزقه غيجي لعنده، وإلا مات لن يعدم قبرا، إلا مات غيدفن حتى واحد ما غادي يخليه بلاصته. لهذا همته همة الملوك، ونفسي حرة ترى المذلة كفرا. هكذا كان الصالحون ينظرون، يقنع بالقوت ديال العمر ديالو ولا يخاف زيدا ولا عمرا. لأن اللي كيخلي الإنسان ذليل، كيخلي الإنسان دائما همته ناقصة، هو أنه يرتبط في رزقه بالآخرين، هما غادي يعطيوك أو يقطعوا لك الرزق. الله هو الرزاق، واللي قطعها ربي يجيبها لك من جهة أخرى. سبحانك يا جليل. قصة شهيرة في تاريخ الإسلام بين عالم من العلماء وحاكم من الحكام. واحد الحاكم كان بغي يطوع عالم، لأن عادة السلطة السياسية تريد أن تطوع السلطة العلمية، لأن في تاريخ الإسلام معروف، بل حتى في تاريخ الأديان جميعا عند النصارى وعند اليهود، دائما السلطة السياسية لتأخذ المشروعية لابد أن تقوم بترويض وتطويع السلطة الدينية. فكان واحد الحاكم اللي هو كان عنده تصرفات غير سليمة، فيه ظلم، فيه عدوان، وكان واحد العالم جليل عنده شعبية كبيرة في إحدى مساجد الله، فأراد أن يطوعه باش يبقى دائما بجانبه ويعطيه المشروعية. كيتسناه يجي لعنده، ما جاش. فذهب الحاكم بنفسه إلى العالم فوجده في المسجد، بقى في الجامع سالة الصلاة، وبقى جالس تحت السارية كيذكر الله تعالى. وقف الحاكم أمام العالم ويقول لها: ألك حاجة؟ خاصك شي حاجة؟ خاصك شي متاع، شي مال، شي ثروة، شي منصب؟ فقال للعالم: إني أستحي أن أكون في بيته
وأسأل غيره. هو في بيت الله، صور انت في بيت الله وتسول واحد اخر. هذه ظاهرة كنلقاوها عند الناس في الجامع، وكيقول الناس عاونوني عاونوني، يقول الناس عاونوني. هذا قلة حياء. لابد انه يقول يا ربي عاوني، رب يطلب صاحب البيت اني استحي ان اكون في بيته واسال غيره. الحاكم فهم الرسالة، خرج من الجامع بقى كيتسنى العالم تيخرج. فلما خرج العالم المجيد سأله الحاكم ثانية، ألك حاجة؟ خصك شي مسألة، شي متاع، شي منصب، شي تروى؟ فقال العالم، هذه الحاجة أي حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة؟ فقال الحاكم، أنا لا أملك الآخرة ولكن حاجة من حوائج الدنيا. فقال العالم، أنا لا أسألها من يملكها، أفأسألها ممن لا يملكها؟ يعني الدنيا اللي كيملكها هو الله سبحانه وتعالى، والحاكم لا يملكها، فكيف أسألها عن ذلك؟ هذه ما يسمى بعزة العلماء وعزة الصالحين، أنهم لا يمدون أيديهم. هذه الكرامة الإنسانية اللي كيتحدثوا عليها اليوم في المواثيق الدولية في القوانين العامة. يقال بأن الإمام الحسن البصري رحمه الله كان زاهد، فسئل ما سر زهدك في الدنيا؟ قال أربعة أشياء: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. هذا هو المشروع ديال العمل في الدنيا. الرزق مضمون غير يطمئن القلب ديالك. العمل الصالح ما عمر شي واحد غادي يقوم به بلاصتك، دونك انت اشتغل به. واذا كنت في خلوة وابتعدت عن الأمطار فاعلم بأن الله مطلع عليك، عليك أن تستحي. وبما أن الموت ينتظرنا جميعا، علينا أن نعد الزاد للقاء الله تعالى. هكذا كان رب العزة يعلم عباده المؤمنين من أجل أن يكونوا في هذه المرتبة المباركة من التدين. أيها الأحباب الكرام، الكلام طويل وطويل جدا حول الرزق، ويكفينا أن نقول بأن من أراد أن يفتح له الله تعالى أبواب الرزق ما عليه إلا أن يجد في العمل. ترون بأن المدد الإلهي يتبعكم أينما حللتم وارتحلتم، صلوا على رسول الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.